لن أبتعد عن موضوع العنف. على ما يبدو المغربيات تعرضنا للعنف داخل المغرب وأيضا خارج المغرب. من منكن أو منكم لم يشاهد فيديو المغربية لمياء التي كانت محتجزة في إحدى الدول العربية؟ شاهدتي سيدة البلق؟ سمعت به. سيدة أبو علي؟ سيدة مصلي؟ أنا لا أريد، ما اسمحوا لي، لا أريد أن أتدخل في البرنامج، ولكن أقول أنا امرأة مغربية ومعتزة بمغربيتي. نعم. وفي الحقيقة ليست هذه صورة المغربيات، ليست صورة المغربيات هي العنف هنا هذه والعنف ليست هناك، صورة المغرب، ولكن هناك مسائل إيجابية من دورنا صحيح. اليوم عفوا أنسة، سيخصم من وقتك. لا معليش، أنا نقول هذه الكلمة. تفضلي. ليس من المعقول اليوم حنا في إطار تنوير رأي عام، شرح برامج أحزاب، تقديم يعني أمور اللي هي إيجابية تشجع النساء على المشاركة على الانخراط، إذا كان هذا الخطاب الذي سنقدمه خطاب كله سلبية فاسمحوا لي. ما زال عندك 30 ثانية، سنعود خلال الجواب. احتفظوا بها الطرف الآخر. طيب. مناظرات الانتخابات الشريعية كل يوم ثلاثاء وخميس ابتداء من الساعة 7:30 مساء. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.